يا سلام، أبقى زولا له قيمة وقيمة كل واحد من أنه يخدم هذا الوطن السودان في ظل العهد الجديد. نستشرف في سودان الخير والوعد والنماء، زي ما الشباب خرجوا في بداية الثورة المجيدة من أجل المطالبة لمة العيش الحلال والحرية والسلام والعدالة. هذا الشعار يجب علينا أن نطبقه على أرض الواقع، فبالتالي الحملات اللي نشطت في الفترات الأخيرة هي لخدمة هذا المجتمع السوداني، حنبنيه غير من الحملات على أرض الواقع يا حسام. كل تأكيد سعداء جدا أنه تنضم إلينا الآن عبر مساحتنا الناشطة الاجتماعية نجلاء حامد، عشان ما نتكلم معها وندردش معها ونشوف كلنا مع بعض كيف نقدر نطور بلدنا. ودي علامة استفهام محتاجة تكاتف من كل الشباب صحيح. ومن كل الناس اللي بتتابعونا في كل المناحي مدنيا أو غيره، كلنا محتاجين نشتغل عشان ما نصل للسودان. السودان دائما الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون. نجلاء أهلا بك وأسعد الله كل أوقاتك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل الشعب السوداني، صباح الخير على كل سوار بلادي. اهلا وسهلا يا نجلاء. طيب نجلاء، انت ناشطه اجتماعيه فبالتاكيد لصيقه بهموم الشباب، لو تكلمنا بدايه كده عن بدايه الثوره اللي هي خرج الشعب السوداني انتفض لتوفير الحياه الكريمه الطيبه، لو تكلمنا عن الروح الوطنيه اللي خلقتها هذه الثوره لكل الاجيال الشباب الصغار او غيرهم، بنتكلم عن الروح الوطنيه دي وكيف ممكن نتمسك بها حتى نحقق كل غاياتنا وهدافنا في المرحله القادمه. طبعا يعني كلام جميل يعني، لكن في حاجه مهمه انا عايزه اذكرها، انه الشعب السوداني قبل ال 30 سنه اللي فاتت يعني نقدر نقول انه هو شعب متكاتف ومتعاون. دي 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 سمه اساسيه فيه. يمكن الفتره اللي حصلت اللي انقطع فيها انقطعت فيها التواصل والتعاون والتكاتف باسباب نقدر نقول ما موضوعية. لما قامت الثورة في 19 ديسمبر أو هي 13 بالأصح صحيح. 13 ديسمبر رجعت الشعب السوداني للحالة القديمة، التعاون التكاتف. يعني ده شفناه في الشوارع، شفناه في التظاهر، شفناه في كيف إنه ثلاثة أنفار بيأكلوا سندويتش واحد. يعني هم عندهم استعداد كامل لإنهم يتكافوا، عندهم استعداد كامل لإنهم يعني يا زي ما بيقولوا يعني يمشوا لقدام، يبنوا وطن جميل، يعيشوا حياة كريمة. أي إنسان عنده استعداد لأنه يتنازل من بعض الحاجات عنده استعداد يتكاتف مع الآخرين لبناء مستقبل. يا سلام، وده شفناه في القيادة العامة، شفناه في القيادة العامة صحيح. شفناه في يعني هناك ما قاعدين نميز بين الساكن عمارة والسايق براده بين البيت ومن الطين اللبن. يعني كانوا بينوموا في 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 بلاطة يعني، ومعاهم ما انا حقول يعني ما حقول الاسم اللي بيقولوا الناس، لكن بقول الناس اللي ما عندهم مأوى بيكونوا في نفس الحته كانوا يعني. فده كان مثل حاجه جميله جدا يعني، وانهم كانوا بيحاولوا يدرسوا بعض الشباب يدرسوا الناس الفاتحه على الشوارع أيوه. نعم، المميز انهم كلهم سودانيين، ده الشيء المشترك والشيء اللي نبط به قلب كل من كان موجود وكل من حضر. هل شايفه انه الروح دائما من انا بقول نحن كسودانيين ناس سامحين بطباعنا بعاداتنا وتقاليدنا وتصرفاتنا وشهامتنا الى اخره، كثير جدا من الكنوز اللي فينا اللي بنقدمها بنحب نقدم للثاني، بنحب نعمل من غير ما نلقى ومن غير ما نرجع اصلا شنو العائد لنا. هل شايفين انه الفتره اللي فاتت دي رجعت حاجاتنا اللي ما كانت في دي زي ما كانت، ولا لسه محتاجين زمن؟ والله احنا نقدر نقول ما زي ما كانت، لكن هي رجعت. هي في ناس فاتتهم فتره او هو جيل صغير فاتته الفتره السابقه، لكن هي احنا بنقول الحاجات اللي حصلت دي ما حقيقيه، زائفه. يعني الحاجات الحواجز اللي حصلت بين الناس حواجز زائفه. لما يجي سبب موضوعي حيرجع التكاتف، حيرجع التعاون، حيرجع التآلف، بدليل انه يعني بنلقى حتى بعض الشباب كانوا بيكونوا عندهم حاجات يعني براءة منعزلة، الشابات عندهم حاجات منعزلة، لما قامت الثورة دي خلتهم يقربوا من بعض. الشباب في الحلة بتكون انت جارك القريب ما بتعرفه. هو دي النقطة كنت هركز عليها، حتى الجيران حاجة تأسف علي جدا انه الجيران نلقاهم ما بيعرفوا بعض مرة. صح، لما جات الثورة وتكونت اللجان في الأحياء لقينا مش كده، نحن بقينا نعرف بالحياة اللي حصلت، بنعرف ناس الأحياء الثانيين بنواصله في الفه بيناتهم تماما. يا سلام، بدينا انه بالروح الوطنيه والتربيه الوطنيه اللي كانت مفقوده في مناهجنا حتى في مراحلنا العمريه المختلفه، تشبعنا بها من خلال ثورتنا المجيده. عايزين نشوف اكثر اشكال تكاتف غير الغيره عن الوطن، شنو من المفروض نعمل به الان في كل الفئات العمريه من اجل خدمه الوطن؟
الوطن، لانه حنبنيه كلمه فضفاضه، البناء يختلف، ولا شك انه عمليه البناء بتبدا من الانسان نفسه. صح فعلا، هي بتبقى بعدد شنو اي انسان بيحس انه حيقدر يقدم شنو. احنا دائما بنقول انه لو اي زول عرف هو حيقدر يقدم شنو من نفسه، بعد ذاك حيقدر يغني عن الناس اللي حوالينا. احنا حنبدا بانفسنا، احنا الفرد هو في نفسه استعداده قدر شنو عشان يعمل شنو يعني. ابتداء عندما من يعني بنقول الانسان اللي اتخرج من الجامعه ومن العمر 16 سنه وبدت الشخصيه تتكون، هو حيقدر يعمل شنو لمحيطه الاسري، هو حيقدر يعمل شنو لمحيطه بتاع الحي، محيطه الاسره الكبيره. احنا من الحته دي بنقدر نحدد بعدك احنا حنقدر نعمل شنو، ابتداء بالحي الصغير يعني او المنطقه الصغيره اللي احنا ساكنين فيها. الشباب دول حيقدروا يعملوا شنو؟ يعني في حاجه صغيرونا لو كل زول طبقها احنا بنحس دي حاجه بسيطه وما مكلفه. يعني انا حعتبرها يعني ان شاء الله تكون رساله للناس كلهم، لو انا طالع من البيت يعني دي ماشيه في اصحاح البيت، شلت كيس من الاكياس اللي في البيت وخطيته في جيبي، اول الشابه الطالعه خطيته في شنطتها وكيس صغير عشان ما نقول عايزين جوانتي وحاجات زي دي، وانا ماشيه في الشارع ما افتش، وانا ماشيه اي حاجه وسخانه في الشارع اخذتها في الكيس قبل ما يتملي شديد اربطه ارميه في اقرب مرمى بتاع زباله. ده انا كده ساعدت في حاجه انه انا حانظف الورا يجي برضه وهو ماشي وكده. اي احنا عايزين حاجات تجي تعمل لي شغل كبير يا شلينا الحاجات، لكن احنا بنكون ساهمنا في حاجه بسيطه. انت ما تنتظر زول، ابدا انت بادر بنفسك، ودي حاجه ممكن يعملها العمر 16 او العمر 10 وهو طالع ماشي الدكان. كل زول ممكن يعمل حاجه، كل زول ممكن يعمل حاجه دي. دي واحده جزء من حاجات حنبنيها. جميل يعني. طيب يا 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 نجلاء، نحن حنبنيه، لكن قبل خلينا قبل ما نطلع يعني من البيت، نحن جايين نتعاون في البيت مع بعض، تعاون يكون كبير جدا، نوزع الادوار فيما بيننا، نكون متفاهمين فهم اعلى، ونكون متناسقين برضه تناسق اعلى واكبر، حتى اذا اخوانك في الدراسه يعني مرات كثير جدا المراجعه يكون محصوره، والله فلان ده بس المراجعه، لان كلنا نتكاتف. حمزه بيعرف حساب ولا رياضيات، نجلاء بتعرف عربي، انا ممكن اكون ما بعرف حاجه، ما بينها يعني المهم نساعد بعض. صح صح، يلا دي هي حاجه يمكن في الثوره ظهرت اكثر. انا بقدر اقول لي زمان كنا احنا علاقتنا ببعض حتى في البيت، احنا مثلا مع اخواننا بنقوم يعني ما الموري مشيتي وين طلعتي وين، في الثوره ما كان في دي، يلا قومي البسي انا ماشي الغياده خلاص يلا قوم، تلقاهم ساقوم مع بعض يعني حصل في تغارب. يلا كل زول هسي ان شاء الله ربنا يعني يدينا دوله جميله، يعني كل انسان في البيت عايز الثاني يتفوق كفاءات، اي زول عايز المعاوي يقرا هو مثلا متخرج لا ده يجي ينال شهادات اكبر، في دعم في 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 انت التعب اللي حتتعبه حتنال حاجه. لهذا المستقبل القريب ما فيه مجامله خالص. خالص، فدي حاجه مساعده. يا سلام، حسام ذكر جانب البيت فما يفوت يعني كذا، هو يعني كبير البيت، فانت بتتعامل يا حسام في البيت كانك زول كبير كذا، اي حاجه يجيك في مكانك، ولا الكلام اللي بتقوله ده عشان صح؟ انا زول ديمقراطي، لا لانه صح رئيس جمهوريه البيت يعني، مع انه انا رئيس الجمهوريه حتحاسب على الكلام ده، حصل لي شغل كثير جدا هسي. طيب يمكن انا رئيس جمهوريه بيتنا زول ديمقراطي جدا. كويس، الناس المفروض تتعامل بديمقراطي، عايزين يعني نتعامل بديمقراطي في الفتره الجايه. اكيد. اتكلم عن اللجان بتاعت الاحياء، انت ذكرتيها الان لخدمه الوطن يعني او لخدمه الاحياء، اي زول في بيئته ممكن يعمل لها اصحاح بطريقته الخاصه. لو تكلمنا عن لجان مقاومة الآن، كثير من الناس على الوسائط كانوا بيقولوا إنه خلاص ما الوضع تغير، فبعد ذاك لمرحلة بناء، شنو لجان مقاومة؟ حتقاوم مني أنت؟ فعايزين نصحح مفاهيم مختلفة، لجان المقاومة الآن مهمتها المفروض تعمل على شنو؟ خاصة بعد إزالة اللجان الشعبية في الأحياء يعني. أيوه، طيب لجان المقاومة هي ما مقاومة النظام فقط يعني. هي مقاومة كل أشكال التخلف الحاصلة في الهيئة. يعني هي مثلا نبداها البيئه حق تماما يعني تعبانه يعني الاصحاح البيئه ده جزء اصيل. الحاجه الثانيه هي المفروض يعملوا هي، بس في حاجات كثيره يعني حاصله في الفتره الاخيره، اي ناس عايزين يتفردوا برايهم، عايزين يعملوا يعني يقولوا كده، احنا عايزينهم يتكاتفوا اتجاه الفكره السليمه بانه كيف يبنوا مستقبل جميل ليهم ولغيرهم، ويصبروا على الشيء اللي حيحصل يعني مهما كان هو. يعني احنا جايين من العدم، نعتبر انه احنا جينا كاننا لقينا السودان خراب وعايزين نقومه يعني، فمفروض يصبروا على بعضهم، يتحملوا بعضهم، يتكاتفوا، يحبوا بعضهم زي ما حبوا بعضهم في القياده يعني اللي فاتته فرصه القياده، انا بتخيل انه فاتته الحياه يعني، يحبوا بعضهم بالطريقه دي، يتكاتفوا بالطريقه دي، حيقدروا يعبروا من المنطقه دي وحيقدروا يبنوا السودان.
انا حاضرب مثال بسيط في فكره لجان الاحياء، وبحيي ناس المنطقه من الحته دي. يعني قريه في حلف الجديده اسمها القفله، يعني القريه دي فيها ما كلها، فيها حته محدده. دول قاموا الشباب عملوا شنو؟ الخريجين بالتحديد اتلموا مع بعض، قرروا انه هم يعملوا مكبره للنفايات. يحفروا بير بدل ما تكون مقبوه، ما في عربات هناك بتجيهم، يحفروا بير ويقبوا فيها، بعد ذاك يدفنوها على اساس انه ما يتلوث المنطقه حقتها. الحاجه الثانيه عملوا خيم، لانه اي زول شاطر في ماده محدده ويجيبوا كراسي من الاهالي يدرسوا الطلبه عشان ما ينالوا شهادات كبيره هم ما قدروا يحصلوا فرصه. بنحييهم والله. ايوه بنحييهم والله كثير عليك. فدي حاجات الشباب بيبتكروها ابتكار. يعني احنا لجان المقاومه ما عندهم برنامج محدد، كل حي بيشوف هو محتاج شنو فبيعمل بناء على حاجه، على الحاجه اللي هو عايزها. احنا عايزينهم يتطوروا اكثر واكثر واكثر واكثر، يعني ان شاء الله حيقدروا باذن الله. ليه؟ عشان ما نمشي في 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 حاجات كثيره جدا. تكلم عن انك ممكن تبدا انت حمله اصحاح حربيه زي ما انت ذكرتي من باب بيتكم، تطلع شلت الكيس البسيط، انت عملت خطوه وما انتظرت الالات الكبيره وما انتظرت حاجات كثيره جدا، يعني ممكن تبدا من نفسك وتمشي. ترميم المدارس كثير جدا من الحياه الخدميه صراحه محتاجه انه الناس تقف فيها، فكيف الناس تقدر تفكر عشان ما تعيد لمدارسنا لاحيانا الرونق المميز ليها، عشان ما تكون البيئه مناسبه جدا عشان السودان يكون متطور. كلام جميل. يعني الفكره بتاعت المدارس دي احنا طبعا تناولناها كثير وتكلمنا فيها كثير. احنا بقت علاقه الطالب بالمدرسه الشنطه والمذاكره الكثيره، حتى الشنطه الثقيله والشنطه طبعا حمزه انه معاه مشكله زمان ما كان بيقدر يشيلها وناس البيت ذاتهم يعني ما ذاكرت وما ذاكرت. الكتب الهسه دي معلش يعني لا تفضل يعني ذاكرت ما ذاكرت، يعني انت ذاتك بتقرا وانت مضغوط نفسيا. احنا قاعد نقول حتى ناس مش ناس شباب نبنيهم، الشباب في لجان المقاومه ممكن يعملوا برنامج جاذب للطلاب في المدارس. يعني انتوا ليه لو جيتوا اللي حيساعدنا في انه نقوم الحيطه دي، حيجيب حبه مويه، حيعمل كده، احنا مثلا حندي جائزه. يعني هم حييجوا الطلبه تلقائيا، احنا نشجعهم على انه المدرسه دي حاجه سمحه، ما الحاجه المؤذيه بتاعت المذاكره والكلام ده. نعمل لهم مسابقات، مسابقات ما بالضروره المسابقات يعني دايره مناطق وجوائز. يعني زمان كان في برامج بيعملوها في المدارس اللي هي مدرسه قصاد مدرسه في المعلومات العامه، يعني حياه تحفيزيه بتطور الشاب، بيكون في غيره على المدرسه، داير يحافظ على مدرسته. لجان المقاومه جات اسست لهم شغل زي دي، بتكون في بيئه مدرسيه جاذبه. حاليا احنا اي زول يعني المدرسه بيمشي لها على مضض يعني وهو زهجان، فعايزين نخلي المدرسه احلى من البيت، احلى من الشارع. يا سلام. والسودان احلى من كل مكان اللي احنا بنحبه. طيب جميل. نجلاء لو تكلمنا عن جانب اخر، اي زول لو كان عمليه المجايله الجيل السابق والجيل الان الجيل الشاب، الزمن الجميل الزمن الجميل. شنو الزمن الجميل؟ اي زول بزمنه، ديلك عاشوا زمنهم بكل جمال، والان مع التغيرات الخاصه دي احنا الان بنعيش في وقت فبيطلب من الكبار ايضا ابانا عموما يلتفتوا لنا ان احنا يشوفوا متغيراتنا دي ويتقبلوها بكل تفاصيل او يصححوا فيها، حتى كمان احنا برضه نتقبلهم بكل تفاصيلهم عشان نشيل خبرتهم. فلو الخبره دي انتقلت لمجال البيت، زمان صنط الفطور والغداء وغيره اللي بتلم الناس كلها اندثرت تماما بحكم مشغوليات الحياه، بحكم انه الواحد لامي للقمه العيش بيطلع الصباح ودوامين وثلاثه دوامات، فعايزين العمليه البناء زي ما ذكر حسام قبيل تبدا من الاسره، فكيف ممكن انه نلم الاسره من جديد عشان نقدر نتناقش في كل حياتنا، عشان نناقش مشاكلنا الداخليه قبل ما نتجه للمشاكل الخارجيه نجلاء؟ فعلا هي الاسره اساسيه، اساس اي عمل في اي كل النواحي. يعني احنا كشباب دايما مطالبين بحاجات، معلش انا بس حذكر حاجه محدده. تفضل. يعني يمكن هي ما مساله جندر والحاجات دي يعني لكن انا دايما بحس انه الشباب قاعدين يلقوا دور اكبر في 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 الحياه، مش في الحياه، في التعامل الاجتماعي. فاحنا رساله بنوجهها لشبابنا بانه ما تنسوا يعني الشابات معاكم، اللي كانوا معاكم في المظاهرات، اللي كانوا معاكم في شارع كنداكات اللي وقفوا معاكم، تقفوا معاهم بشنو؟ بانكم تدعموهم من داخل الاسره. يعني انا بادي دور اتجاه المجتمع، ما اتغيد يغيدني اللي هو اخويا المعايا في البيت في انه تاخرتي، لا انا ممكن اتاخر انت ما تتاخري. ما هو بيأدي دور وهي بتأدي دور، الكفة متوازنة، يعني مهما نبني وبقت الكفة حق التاني الأخر وازألة بسبب موضوعي. أيوة
او هي ما ممكن توريني، انا حامشي وحاتاخر عشان حامل كده. عشان هو طلب لا يخرج هذا عن حدود الدين، عن حدود الاعراب، عن حدود التقاليد، يعني لا يكون هناك اي اشكاليه. ما زال في اسر، ما زال في اسر هم لسه في ناس ما فاهمين انه النمو الاقتصادي ما بيكون بكفه واحده. اللي هو لازم النساء والرجال، يعني مهما يخدم الرجل من 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 وقت ما حيقدر يرفع، لانه في مستهلك، لازم يكون في اثنين منتجين واثنين مستهلكين، يعني ما ممكن يكون في واحد منتج وواحد مستهلك. فاحنا عايزين من البيت يفهموا اذا هي في اسباب موضوعيه بتخلي ماما انا اوصلها ذاتي، اذا انا خايف عليها من التاخير، خايف عليها من الحاجات، امشي اوصلها تادي المهمه حقتها واجي راجع امشي ادي المهمه حقتي. فدور ناس البيت اكبر او الشاب اللي هو في عمره في عمرها او قريب منها بيقدر يقنع والده. طبعا انا في النقطه دي بناء ثقه في بين الطرفين، هو اكبر يمكن نقطه بتعمل اختلاف في عمليه المراقبه. يعني الثقه انك تمنح الفرد الاخر والطرف الاخر ثقه مهما كانت العلاقه، فهي دي اكبر نقطه ممكن تكون ناجعه في عمليه الرقابه، واللي ممكن تكون رقابة أصيلة. عاوزين نمشي، ما حنمرق من الأسرة يا حمزة، حنمشي للأسرة الممتدة، الأسرة الكبيرة شوية. فبرضو مرات يعني بيكون عندك عمك خالك إلى آخره، مهما كان صلة القرابة كون قريب لك على المدى الجغرافي، أنت في بحري في أم درمان يعني في الخرطوم، ففي 3-4-5 بيوت، ليه ما الناس تتلمى شهريا؟ ليه ما الناس تعمل لمات ثابتة وتتناقش في موضوع الأسرة؟ برضو الأسرة الكبيرة زي ما بنبني من تحت نمشي شوية ونبني من فوق. فعلا دي حقيقة، يعني مفروض إحنا التكاتف ده بتاع الحي وتكاتف الأسرة الكبيرة بيعني تكاتف السودان كله. ما هو إحنا لما نجي نجيب لنا فرد واحد ده عنده أسرة متكونة من 100، المية دي المتفرقين على كل الأحياء، لما كل أسرة تواصل الآخر وتتكاتف معه إحنا نخضنا تلغائيا يعني. فلازم إحنا نعمل بالحاجة دي مهما كانت الصعوبة، هي صعبة في الوقت الراهن، صعبة ظروف عمل، ظروف دراسة، ظروف مواصلات، يعني ما كل الناس عندهم عربات، حاجات كثيرة تراكم، لكن احنا نحاول نتغلب عليها. صحيح. نشوف المنطقة الوسطى، نحاول في حاجة مهمة كمان لازم نعملها، نشوف الضعيف في الأسرة. يعني الضعيف في الأسرة أحيانا أي إنسان عزيز وكريم وما بيقول أنا محتاج، لكن لما تكون الأسرة متكاتفة احنا بنشوف الضعيف، بدل ما بنعمل دعم لكلهم، لكن الضعيف بنحاول ندعمه أكثر يعني. فكده تلغي احنا نهضنا بماديا واجتماعيا وكل الحاجات اللي هنا بالعلاقه العميقه يعني. وينتقل التجربه لوسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك الفول مجموعه تحت العائله الممتده حدادي مدادي دي، لكن ما تبقى بس النسخ ولصق رسائل الصباح والمساء، لازم يكون في موضوع كده الناس تكون تتفاعلوا فيه. تكلمنا عن عملية السلام، احنا الآن مستشرف السودان بالخير الواحد بإذن الله تعالى، الآن كل الأطراف هي ساعية لعملية التفاوض، سواء كان الآن في عاصمة جنوب السودان الدولة الشقيقة اللي بتربطنا مع علاقات أخوية لعملية السلام، كثير من الحركات اللي انضمت، لكن السلام اللي بننشده هو الثقافة المفروض يتمتع بها الإنسان السوداني. أقرب مثال القيادة العامة الثورة السودانية بدأت لعملية السلام، ما في زول كان بيقول ده من الشرق الجنوب والشمال الوسط، كل الناس دي كانت لحمة واحدة. فلو تكلمنا عن ثقافة السلام كيف نشيع في الفترة دي، من خلال زينا، من خلال رقصاتنا، من خلال فولكلورنا حتى، وسلامنا اللي بيعبر عنا داخليا كمان. صح، مجمل الثقافة. فعلا هي 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 السلام في حد ذاته، السلام بيبدا داخلي، بيكون داخلي. يعني انت لما يكون عايش سلام تلقائيا حتلقى الحوالينك عايشين سلام، وانت كده حتقدر يعني زي ما يقولوا ترسل الحاجه دي على حوالينك، على المعاك. بس معلش انا عايز اقول انا الان انا ما قاعد احتبر ناس جنوب السودان يعني دوله شقيقه، ما عارفه يعني، فبحييهم من هنا، انا بحتبرهم هم بالنسبه لي يعني اشقاء. الى الان ما احتبرتهم دوله اخرى منفصله ابدا. العلاقه بتاعت السلام دي احنا هسي على مستوى الحي، على مستوى الحي بتلقى ده والله انا ما بحبه، والله انا ما بتعامل معاه، هو ما في سلام هنا، بيبقى في 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 نزاع وفي كره وفي حاجات كده. فاحنا عايزين نشيل الحاجات دي برا. مهما كان انت شوف الحد الادنى اللي يخليك بتقدر تتعامل معه وتعيش معه في سلام، بس شوف الحد الادنى يعني بيقدر يرد لك السلام
كفايه، بيقدر يرد لك كلمتين ورا بعض كفايه. السلام بنعمله من المناطق الصغيره وبعد ذاك يبدا يتوسع 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 في 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 المجتمع حقنا. اما الثقافه اللي هي ممكن تنتشر دي المفروض تدعم لها مساحات تتفرد لها، كل ناس حي ممكن يحاولوا يعملوا معارض زي ما كان في الديمقراطية بيحكوا لنا الديمقراطية استعبار. كان في معارض في كل المناطق بتجي المعارض دي بتعمل تثقيف بتخلي الشباب يعرفوا، يعني الشباب هسي بيعرفوا حاجات برا أكثر من صحيح. من داخل السودان. يعني مناسبات معارض زي ما قلت أسبوعية شهرية صحيح. يعني الهدف منها إنه الناس تتلمى في المقام الأول يعني. أيوة أيوة دي حاجات حتعمل وإن شاء الله ده كله حيحصل يعني. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. مسألة الثقافة أيضا أن نعتني ونتكاتف في موضوع رعاية مواهب البعض، يعني الصغار عندهم مواهب نكتشف هذه المواهب ندرب هذه المواهب ونديهم دفعة معنوية إنهم يمشوا لقدام، فبرضو الموضوع ده محتاج نقطة لأنه نهتم بهذا الجانب المعنوي الكبير. صح فعلا دي حقيقة. هو احنا اصلا دايما ما شاء الله كده الشعب السوداني بيكتشف الحياة مؤخرا يعني بعد واحد براوي يكتشف انه هو ناي يكتشفوا الناس، يعني الاسرة غالبا بتركز على انه هو يقرأ ويكتب. في بعض الاسر الى حد ما بدت الحاجة دي تكون، يعني المفروض من عمر 3 سنة 4 سنة هو انت بتقدر تكتشف ميول الطفل، فمفترض من العائلة انها هي تراعي له وتشوفه هو بحب شنو بالتحديد وتبدأ هي تنمي أو تراقبه شنو من هو صغير ومن هو صغير تشوف ميوله لشنو، بيحب يتابع حاجة محددة أو بيقدر يجيد حاجة محددة وتنمي له قبل ما يطلع للمجتمع. أغلبية الفنانين عندنا مكتشفين بعد ما طلعوا من الأسرة يعني، فدي حاجة ما كويسة، أو بعدين يعني يكتشفون بعد ما طلعوا من السودان يعني. والاهتمام بالإبداع نفسه يعني. يا سلام. الرأي والرأي الآخر وعملية الحوار، هل كان الرأي عند الشعب السوداني الأجمع عليه التغيير؟ حصل تغيير لأنه اجتمع كلمة واحدة اللي هي تغيير، فتغير الوضع ونحن لسه نأمل أنه يتغير الحال إلى حال أفضل. نتكلم عن احترام الرأي واحترام القرار ذاته، كيف نحن نحترم آراء بعض؟ لو تكلمنا عن قبول الآخر فبالتالي لازم نحترمه لأنه باختلاف طبعا عاداتنا باختلاف سحناتنا ولهجاتنا برضه، فكيف نتقبل بعضنا عشان نتقبل الوطن السوداني يكون جوان؟ طبعا يعني دي المهمة، هي دي المشكلة ونزاعاتنا الحاصلة في أنه إحنا قاعدين بتنشأ النزاعات الكبيرة بسبب الخلاف، يعني بيكون يعني مجموعة بسيطة اختلفوا في حاجة يعني ممكن في تنفيذ آيات زي ما نقول حد أدنى لبرنامج محدد، اختلافهم ده ما بيخليهم نحتفظ برأي المختلف ونعمل بالرأي الآخر، لا بيقوم لا يعملوا حقي ويعملوا حقي، أنت ممكن يعني تحتفظ برأي اللي أنت ما مقتنع به وتعمل رأي، إذا ما نجح ترجع للرأي الأصلا حاصل، واللي احتفظوا برأيه ما يصير على الرأي حقه عشان ما يحصل نزاع. النزاع دائما ده الأساس فيه. إحنا عشان ما نقبل الرأي الآخر مفروض يكون عندنا درجة من الوعي، بدرجة من الوعي في النقاش، درجة من الوعي في فهم الحاجة المفروض تحصل. يعني هسي في لجان المقاومة حاصلة في خلافات قاعد تحصل يعني، وبتصل مرات مراحل، يعني في زول مثلا بيكتشف حاجة ده بيكون عنيف عايز يضرب، ده بيكون عايز يتكلم، فدي ذاتها مشكلة. هم بيكون بس في النقطة دي أليفي لأنه الآن في الوسائط في تنمر غير عادي أو غير صح. عادي لمجرد رأي كان سلبي أو رأي ما توافق مع رأيك أنت طوالي نصفه أنه هو لو جاز التعبير أنت مثلا كوز مثلا. أنا أحترم أي شخص على حسب انتمائه الثقافي انتمائه السياسي، نختلف ونتفق في رأي معين، فكيف ممكن أنه نتقبل بعضنا حتى في التعليقات اللي بتكون دائما زي دي، يعني نتنازل من أجل فكرة يعني. صح يلا دي هي دايرة مننا إحنا نوعي الشباب، لازم يكون في وعي، لو ما حصلنا درجة من الوعي ما حنقدر، لأنه في اندفاع حقيقي، إحنا بنعزل الحاجة دي للاندفاع بتاع الشباب، مندفعين يعني عايزين ينجزوا الحاجات سريع، نتريس أيوة نتريس، نعرف الحاجة دي حتودينا لوين، هل هي حتودينا لقدام ولا حتخلينا نضب في حتة صد يعني، ما هو حتى لو كان كوز يعني دي رقبته دي غناعاته، بس هو ما يضرني
لكن يكون كويس يعني ما الانتماء للوطن للسودان. أيوة. اي زول ممكن يقدم حاجه نحن ما المعتقد والسياسي او الديني او ايا كان نوع يعني ده دي حاجه انت ما بتقدر تجيب انسان وتقول له لا شيل دي من نفسك او افصله، دي حاجات يتحكم فيها الانسان نفسه. بكل تاكيد كيف نطور بلدنا تحت هذا الاستفهام كان كل هذا الحوار. شكرا جميلا نجلة حامد، تسلم ان شاء الله، كتر خير.